كتاب الطهارة جرت عادة المتأخرين من الفقهاء أن يبتدئوا مصنفاتهم بالعبادات أولا لشرفها ولأنها المقصود الأعظم من الدين، فيبتدئون بالعبادات لأنها أشرف من المعاملات ولأنها المقصود الأعظم من الدين. وأعظم العبادات الصلاة، وأعظم العبادات الصلاة، ومن شرط صحتها الطهارة، من شرط صحتها الطهارة، بل أوكد شروطها الطهارة، فلهذا يبدأون بكتاب الطهارة. ولما كانت الطهارة تحصل بالماء بدأ المؤلف كتابه بباب أحكام المياه،